دكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة معايا دلوقتي على التليفون. دكتور أيمن مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، عامل بيه؟ تحيات هذا وتحيات المتابعين الكرام. أهلا وسهلا دكتور أيمن. وإحنا بنقول هذا الخبر يعني تحالف من الشركات البلجيكية اللي عاملة في مجال توليد الطاقة الجديدة، تحديدا مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر. إيه هو الهيدروجين الأخضر؟ هو طبعا الهيدروجين ده من ضمن المصادر الطاقة الجديدة والحديثة، ويعني العالم كله بيسعى للاستفادة منه. هو الهيدروجين عبارة عن عنصر من عناصر المية، فبيتم الحصول عليه بالتحليل الكهربي للمية بطريقة مبسطة جدا. لو أنا بستخدم التحليل ده وتستخدم طاقة طالعة من أو كهرباء طالعة من المصادر المتجددة، فبيسمى الهيدروجين الأخضر. في هيدروجين رمادي وهيدروجين أزرق، إنما خلينا بنتكلم على الهيدروجين الأخضر. هو هيدروجين بينتج من باستخدام الطاقة المتجددة. إحنا الحمد لله يمكن ده مش أول يعني مسعى وإجراءات بتتم للاستفادة من الخبرات الأوروبية والعالمية. يعني يمكن في شهر يناير الماضي كان في توقيع اتفاق نوايا ما بين مصر وما بين أو ما بين وزارة الكهرباء وما بين شركة سيمنز العالمية، أيضا لمشروع تجريبي لإنتاج الطاقة برضو أو لتصدير و إجراء الدراسات الخاصة بأن نطلع هيدروجين أخضر باستخدام الطاقة المتجددة بسعة مبدئية حوالي 100 ميجا وات. ده بي يعني اللي سعى كده وأكد كده، أول حاجة الحمد لله احنا عندنا دلوقتي كمية من أو إنتاج من الطاقة المتجددة أكثر من 5800 ميجا وات، وما زال إن شاء الله هيبقى في تزايد الفترة اللي جاية. بالإضافة إلى إن في خطة لزيادة أيضا الاستفادة من المصادر المتجددة ديت في أكثر من حاجة، ومن ضمنها الهيدروجين الأخضر. وإحنا كمان حريصين جدا بالاستفادة من زي ما حضرتك أشرت، سواء بلجيكا، ألمانيا، كل الخبرات العالمية، ان احنا نستفيد ونبقى رواد في هذا المجال. طب هل يا دكتور يعني العلماء سموه الهيدروجين الاخضر علشان هو صديق للبيئه يعني، ولا يعني علشان بيقلل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون؟ هو زي ما احنا قلنا، هو الهيدروجين هو بيحصل عليه من التحليل الكهربي للميه. كويس، لو انا استخدمت الطاقه اللي هي التقليديه، الوقود الاحفوري اللي هو بيطلع انبعاثات وبيطلع غازات دفيئه، بيسموه هيدروجين رمادي. يعني هيدروجين طالع بس ليس صديقا للبيئه، لان في صاحبه بعض الانبعاثات اللي هي الهيدروكربونيه او اللي هي الدفيئه اللي بتسبب احتباس حراري. اقتصاديا ازاي يعني العالم او الدوله التي ستدخل هذا المجال تستفيد اقتصاديا؟ كويس جدا. هو العالم كله بيسعى ان هو يحصل على الهيدروجين الناتج من او باستخدام الطاقات المتجدده، اللي هو اللي ما بين قوسين بيسمى الهيدروجين الاخضر، اللي هو الحصول عليه باستخدام طاقات متجدده لا تسبب احتباس حراري. وبالتالي ده هيساعد في، ودي الدراسات او الاتفاق النوايا اللي تم توقيعه مع شركة سيمنز علشان ازاي ان احنا نقدر نعظم انتاج واستخدام وتصدير ايضا الطاقة النظيفة من متمثلة او من ضمنها الهيدروجين الاخضر. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا للدكتور ايمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.